مرحبا، أنا نورما. أهلا وسهلا فيكم بحصة اللغة العربية. واليوم عنا حرف جديد. حابين تعرفوا شو اسمه وشو صوته؟ إيه؟ على شرط تلاقوني من بعد ما نسمع أغنية الأبجدية سوا. بالأمس كان عيد مولد صديقتي سعاد، أهديتها ساعة مثل هي، أهديتها مثل هالساعة. فرحت سعاد كثيرا بالساعة، كانت كتير مبسوطة وفرحانة، ولبست سعاد الساعة. ولكن أخوها الصغير سامر طلب إنه يلبس الساعة. فكت سعاد الساعة فوقعت على الأرض. ركض سامر حتى يجيب الساعة. داس سامر على ساعة سعاد، ولكن سلمت ساعة سعاد. صار لها شيء، وهلا أنا وسعاد صديقتي عنا نفس الساعة. إذا يا أصحابي حذرتوا شو صوته للحرف اليوم؟ مظبوط، اسمها سين وصوتها س. رددوا ورائي، اسمها سين وصوتها س. بعد مرة، اسمها سين من بين سنين، اسمها سين وصوتها س. ممتاز، أحسنتم. والسين كمان يا أصحابي بيتغير شكله، عندها كمان أشكال في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. فإذا مثل ما قلنا، السين فالتة، ما بتمسك حدا. هذه السين فالتة. في عنا السين ماسكة في أول الكلمة، سين ماسكة من جهة واحدة. شفتوا؟ تمسك من هيدي الماء، ماسكة من جهة واحدة. وفي عنا سين ماسكة من جهتين. أحسنتم، في الوسط، في وسط الكلمة، تمسك من هالماء ومن هالماء. والسين الماسكة في آخر الكلمة تشبه بشكلها السين الفارتة، ولكن عندها إيد صغيرة. فإذا اسمها السين وصوتها ولفظها س. نرجع من عيدها، اسمها السين ولفظها س. فإذا عندنا سين فارتة، سين ماسكة في أول كلمة، سين ماسكة من جهتين، والسين ماسكة في آخر الكلمة. بس عم بقول ماسكة لأنه بتمسك أصحاب الأحرف، سمعين؟ بتمسك أصحاب أحرف. هلأ كلنا سوا خلينا نجرب نحفظ محفوظة عن ساعة.
صوت السين عن حرف السين. تقول من ساعة، من سوسنة، من سلة مزينة، أخذت حرف السين كزهر الياسمين، علقته كالجرس، سمعت صوت الجرس. نرجع من عيدة. من ساعة، من سوسنة، من سلة مزينة، أخذت حرف السين كزهر الياسمين، علقته كالجرس، سمعت صوت الجرس. هيني مشي؟ يلا. من ساعة، من سوسنة، سوسنة هي وردة كتير حلوة وريحتها كتير حلوة، من سلة مزينة، أخذت حرف السين كزهر ياسمين، علقته كالجرس، سمعت صوت الجرس. كلنا سوا لآخر مرة. من ساعة، من سوسنة، من سلة مزينة، أخذت حرف السين كزهر ياسمين، علقته كالجرس، سمعت صوت الجرس. من ساعة، من سوسنة، من سلة مزينة، أخذت حرف السين كزهر ياسمين، علقته كالجرس، سمعت صوت الجرس. فإذن اسمها السين وصوتها س، ما تنسوا س س س. والساء ثالثة، سين ثالثة، سين ماسكة في أول كلمة، سين ماسكة من جهتين، وسين ماسكة في آخر الكلمة. وهلأ صار وقت نلعب سوا. أنا بدي أقول كلمات وأنتوا بكون تسمعوا وتنتبهوا كتير منيح. إذا فيها صوت السين بتكون تقعدوا على السريع ونرجع نوقف. انتبهوا. أول كلمة، أول كلمة باب، باب. في البعض منكم قعد؟ لا. يلا رجعوا اسمعوا كتير منيح. كلمة أخرى، سمكة، سمكة. أحسنتم، سمكة فيها صوت السين. نرجع نوقف. كتاب، كتاب، ما فيها صوت السين. سور، سور، ممتاز، شاطرين. كلمة أخرى، سرير، سرير، ممتاز. تحمشوا شاطرين، انتوا كتير شاطرين. سوار، سوار، نقعد. وآخر كلمة، ساعة، ساعة. أحسنتم، ممتاز، شاطرين كتير. وهلأ ما تنسوا الورقة والقلم حتى نتعلم كيف نكتب صوت السين. سمكة، سمكة، سمر، سمر، ساعة، ساعة، سرير، سرير، سور، سور، سوار، سوار. وهلأ مع بعض رح نعمل مراجعة بسيطة للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة وبنرجع نكتب صوت السين. فإذن اسمها الألف وصوتها آ، اسمها فتحة وصوتها أ، اسمها الواو وصوتها أو، اسمها الضم وصوتها أو، اسمها الياء وصوتها إي، اسمها كسرة وصوتها إي. ممتاز. فإذن ألف آ، فتحة أ، ضم أو، والواو أو، الياء إي،
والكسرة اي. أصحابي قبل ما نبلش في شغلة كتير مهمة بدي أخبركم إياها. نحنا تعرفنا على شكل السين، وبرجع بذكركم إنه الأحرف اللي منشوفهم بالكتاب مطبوعين بيكونوا بطريقة معينة لأنه مكنة عم تطبعهم، ولكن نحنا وقت اللي بدنا نكتبهم بدنا نكتبهم بطريقتين. مثلا السين عندها أسنان. شو عندها؟ عندها أسنان. انتبهتوا؟ عندها أسنان. بينما نحنا بس بدنا نكتبها ما رح نعملها أسنان مثل هون، رح نعملها خط جالس. شوفوا كيف. سين، منعلي شوي عن السطر، نمشي ومنعمل لها برمة صغيرة. انتبهتوا؟ نعمل لها مثل جرن، نعمل خط مع جرن بسيط. هيدي السين ثالثة. نحنا ما منعمل لها أسنان، نحنا منشوفها بالكتاب إلى أسنان، ولكن نحنا نعملها خط جالس. فإذا هذه السين ثالثة ما بتمسك حدا، بينما السين الماسكة في أول الكلمة تقعد على السطر. نعمل لها سن صغير من تحت، شحطة، خط صغير. سين ماسكة بأول الكلمة من جهة واحدة لأنه من هاي الجهة ما بتمسك، بينما السين ماسكة من جهتين خط جالس بسيط ما فيه شيء، خط جالس على سطر. أما السين الماسكة في آخر الكلمة كمان بتشبه كتير صوت سين أو حرف السين الثالثة. أوكي؟ رح أرجعي. السين نحنا منشوفها بالكتاب إلى أسنان، نحنا ما منكتب لها مع أسنان، نحنا منعمل لها خط جالس. منكتبها خط جالس ومنعمل لها البرمة تبعولها مثل جرن أو مثل جاط صغير. السين الماسكة في أول الكلمة نعمل لها خط صغير نازل على السطر وبتمسك من هيدي الماء. أما السين الماسكة من جهتين خط على السطر كتير بسيط وهين، بينما السين الماسكة في آخر الكلمة بتشبه كتير السين الفالتة. وهلأ منكتب كلمات ومنشوفها بالكلمة وبتقدروا تميزوها أكثر. بس قبل رح خبركم أنه كل أشكال السين كثير من المرات منشوفهم مع الأصوات القصير، يعني فينا نحط لها للسين الفالتة الفتحة أو الضمة أو الكسرة. كمان للسين الماسكة بأول الكلمة منشوفها أيام فوق الفتحة فوق الضمة وفوق الكسرة تحتها، والسين الماسكة من جهتين كمان منشوفها فوق الفتحة وفوق الضمة فوق وتحتها عفواً الكسرة، والسين الماسكة في آخر الكلمة. والأصوات الطويلة السين الماسكة تمسك الألف تا، وبتمسك الواو سو. انتبهتوا شو صار؟ لأنه الواو بتقعد على السطر السين لازم تعلى وتطير بالهواء. إذا سا سو، وشو قالكم شو بده يصير بالسين وقت اللي بدها تمسك الياء؟ كمان بدها شو تعمل؟ كمان تطير بالهواء. فإذا سا سو سي، سا سو سي. فينا نكون سا سو سي، سا أو سا سو سي، سا 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 سو سو سي سي. ما تنسوا منشوفها بالكتاب بطريقة إلى سنين، ولكن وقت نحنا بدنا نكتبها بدنا نكتبها بهاي الطريقة، خط جالس وعندها برمة إذا كانت سين فارتة غير متصلة، بينما إذا كانت سين متصلة نكتبها بهاي الطريقة، خط جالس سو، خط
جالس سي ماسكة من جهتين وماسكة في آخر الكلمة. خلونا هلأ نشوفهم كيف بنكتبوا أشكالهم بالكلمة. داس داس. فإذن أول صوت شو هو؟ د د. ثاني صوت آ آ. ثالث صوت يلي هي س سين وعليها فتحة. ممتاز، عليها فتحة. دقة دقة. دا س دا س دا س. ثاني كلمة شو أول صوت؟ سين. والثاني أو. ثالث والرابع أو. سو سو. أحسنتم، سو 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 سو. كلمة أخرى يلا، شو أول صوت؟ شو؟ ما سمعت. باء ب ب. فإذا ب أ با ب أ باس باس. س با س با س. ما تنسوا ألف أ ب أ با س. انتبهتوا للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة كيف عم نلفظهم؟ وانتبهتوا الباء إلى نقطة؟ مظبوط؟ الباء إلى نقطة. فإذا بعد كلمتين ما تنسوا له الخط الصغير إذا كانت في بداية الكلمة. خط صغير تا با تا با. كلنا سوا تا با. عم تكتبون؟ ما تنسوا انه لازم تكتبون حتى تتمرنوا على القراءة والكتابة بالبيت لحالكم. يلا عشلوا اكتبوا الكلمات يلي عم بكتبهم. فإذا آ آ سا ب آ ب آ با سا با. آخر كلمة شو ناسي أنا؟ مظبوط، ما تنسوها ساري. فإذا اسمها سين وصوتها س، والسين إلى أسنان بنشوفها بالكتاب، ولكن نحن وقت اللي بدنا نكتبها نكتبها خط جالس بلا أسنان. ما تنسوا لازم تكتبون وتتمرنوا عليهم قراءة وكتابة بالبيت. وهلأ صار وقت إنه نكتشف حرف السين بأشكالها بهاي الجملة. فإذا لبست سعاد فستانا زهري لون. لبست سعاد فستانا زهري لون. أول كلمة لبست، هل هناك سين في لبست؟ هل هناك س؟ اسمعوا كتير منيح، بدنا نركز على الكلمة اللي عم بقولها ونجرب نعرف وين موجود السين. أول شيء بفكرنا وقت اللي نقول لبست لبست، عم بسمع صوت السين؟ أجل، ممتاز. وهلأ نتطلع أين السين؟ أين السين في كلمة لبست؟ هل هي في أول كلمة؟ هل هي في آخر الكلمة؟ أو هي في وسط الكلمة؟ فإذا هي في الوسط. ممتاز، إنها سين ماسكة
من جهتين، سين ماسكة من جهتين، تمسك صوت الباء وبتمسك التاء. تاني كلمة سعاد، سعاد. أين السين في سعاد؟ أحسنتم، في أول الكلمة ماسكة من جهة واحدة. فستاناً، فستاناً. أين السين في فستان؟ مظبوط، ماسكة من جهتين، ماسكة من جهتين. فإذن زهري، هل هناك س؟ هل أسمع في كلمة زهري؟ كلا. فإذن طلعوا مني، هل هناك سين في زهري؟ كمان لا. لون، لون. لا أسمع وأيضا لا أرى حرف السين. ممتاز. فإذن سين ماسكة من جهتين، سين ماسكة من جهتين. خط بسيط. سعاد، سعاد. فستان ماسكة من جهتين. طلعوا مني هلا فوق السين، شو عم نشوف؟ الفتحة. وشو صوتها؟ أه. سنتم أه. فوق السين شو عم نشوف؟ الضمة. شو صوتها؟ أه. ممتاز. أه. فستان ما في لا فوقه ولا تحت. فإذا س س لبي س س فستان. إذا س س. وهيك بتكون اليوم تعلمنا حرف السين، اسمها السين وصوتها س، وهذه السين ثالثة مش ماسكة حدا، وهذه السين ماسكة في أول الكلمة، وهذه السين ماسكة من جهتين، وهذه السين ماسكة في آخر الكلمة. أصحابي رح أطلب منكم شغلة كتير مهمة، أنتوا بالبيت ارجعوا اكتبون للأحرف اللي عم نتعلمون وجربوا على طول تقرون، والكلمات كمان يلي عم نكتبون كمان ارجعوا قرون واكتبون. وهيك بكون حصتنا لليوم انتهت. لاقوني بحصة جديدة مع حرف جديد. إلى اللقاء. جيم حاء خاء دال.